زي ما طاهر شاطر في الفرنساوي وحمد شاطر في التاكلينج ومعلول بيحط الزغلول، زي ما هتلاقي كل لعيب عنده ميزة. فتعالى نكمل على باقي اللعيبة وأقولك ايه اهم ميزة عند كل لاعب في فريق الاهلي. اولا محمد الشناوي، حارس فعلا عنده شخصية، وده بيبان لما بيغلط والجمهور بينتقده بشكل عنيف، ما بينهارش بقى ومستواه بيضعف اكتر، ولكن بيستعيد مستواه وبيقدم عظمة. من الاخر مهما تنتقده هو ما شاء الله عنده ثبات غير طبيعي. اما بقى علي معلول فبغض النظر عن الروح والجرينتا والشخصية والعرضيات النموذجية وانه اكتر مدافع في تاريخ الاهلي تسجيلا للاهداف، ولكن تبقى اهم مزاياه يا عيني عليك يا معلول، يلا حطيت الزغلول اه منك يلول. محمد عبد المنعم بقى هو حالة فريدة، اداؤه مع ثقته الرهيبة في نفسه يحسسك انه كوكتيل مالديني على وائل جمعة، على عماد النحاس، على بيول، على عماد متعب، بتولي بقى العقل كله، اكتر لاعب في الفريق بيلعب بذكاء ودهاء. اما بقى ياسر ابراهيم فاهم مزاياه ان هو الرجولة كلها، هو اللاعب اللي انت وقت ما تحتاجه هتلاقيه، محتاجه في الدفاع موجود، محتاجه في الهجوم وعايز تسجل اهداف موجود، اما بقى لو انت عايزه يطلع بالكورة ويتشقلب ويعمل حركات. اتأخرت ليه؟ مش موجود ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ محمد هاني بقى هو لاعب المباريات الكبرى وكاس العالم، ماتشات الدوري بقى والشغل المحلي ده مش بتاعه. اليو ديانج بقى اخويا الطرش، مروان عطية ما بيهزرش، هتزيد عليهم حمدي والسولية تلاقي معاك نص ملعب بسم الله ما شاء الله ما يتكررش. بالنسبة بقى للشحات فهو اللاعب المصري الوحيد اللي ما بيعرفش يجيب جون عادي كده من غير ما يرقص له 3-4 لعيبة، ولو ما لقاش بقى 3-4 يرقصهم فهيمسك لاعب واحد يرقصه مرتين ثلاثة. اما بقى محمد مجدي قفشة فاحنا بنتكلم عن تاني افضل صانع العاب في الاهلي بعد القندوسي، لان مفيش غيرهم هما الاثنين اصلا. عبد القادر بقى الترقيص من اجل الترقيص، هو مش عايز يجيب جون ولا عايز يكسب، هو عايز يمسك لعيب من الفرقه الثانيه يقعد يرقص فيه. عكس مين بقى؟ تاو، هي ترقيصه وهشوط، تمويهه وهعمل اسيست عالمي. يعني هنا لو عبد القادر مكان تاو كان رقص الحارس ورجع رقصه تاني وطلع رقص الجمهور. كهربا بقى اللاعب الايجابي، هو مش بتاع فرهضه، يعني مش هتلاقيه مثلا بيتحرك لبره ال 18 ولا هتلاقيه بيعمل دور المحطه، لكن هتلاقيه دايما بيعمل خطوره وبيبذل مجهود بذكاء، وبالتالي تحس ان هو بيديك خطوره اكتر من المجهود اللي بيقدمه. اخر حاجه ده اسم كل لاعب وجنبه اهم ميزه من وجهه نظري، عايزك بقى تقولي بتتفق معايا ولا لا، وتعمل لي واحده زيها من وجهه نظرك وتكتبها لي في كومنت او تنزلها في بوست عندك وتعمل لي منشن، وما تنساش تعمل لايك وشير وفولو على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفك في فيديو جديد.